بالتالي هناك قاعدة قانونية تقول أن الاستثناء لا يقاس عليه. الاستثناء لا يقاس عليه. كيف ما نجحوا في الامتحان للتعود راه غينجحوا مرة أخرى. لكن أن نتذرع بأن هذه القلة القليلة نخليوها الامتحان ويدوزوا يستافدوا معهم يعني زمرة من الفاسدين، فهذا الأمر غير مقبول. أن الجميع سواسي أمام القانون. في الفقرة الأخيرة من الفصل السادس يؤكد على مبدأ التراتبية، يعني الوزير لا بغي يلغي هذا القرار، هو نفسه ما عندوش الحق باش يلغيه، رئيس الحكومة ما عندوش الحق باش يلغيه، الملك ما عندوش الحق باش يلغيه لأنه قانون، والملك حتى هو كيحترم القانون. بأن وزير دابا ولا كيقول علانية أنا راه دخلت وقلت ليهم هبطوا، كانوا ناجحين غير 800. كسمعوا هذه المسائل، السؤال مطروح، أنا كنبغي نسول السيد الوزير العدو، كنتمنى أنتم كصحفيين بأي موجب قانون؟ لا يؤمن بالحوار لوحده ولا يؤمن بالنضال لوحده، هناك دائما تكامل وترابط وعلاقة جدلية بين النضال والحوار. أن هذا الامتحان راه الآلة لصحات، راه هما اللي برمجوا على الأسئلة الصحيحة، فبالتالي الوزارة مني غتنشر الناجحة إلي غتنشرهم بناء على التصحيح ديالها. وقد قلنا أكثر من مرة أن هذا الامتحان يضم أسئلة حمالة أوجه. المطالب ديالنا بناء على الخروقات اللي غادي نتفصلوا فيهم، اولا هو الغاء الامتحان مع اعادته ان شاء الله في اقرب وقت تحت اشراف لجنه مستقله، ويكون مخول او متاح لكل الطلبه الحاملين لسلك الاجازه دون اي اقصاء. ثانيا اعفاء وزير العدل، لانه ابان بالفعل لانه ليس اهلا لهذا المنصب الحساس وليس اهلا للمسؤوليه. ثم ثالثا تفعيل المبدأ الدستوري وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن لا منطقة لإعفاء شخص ارتكب كل هذه الأخطاء وهذه الجرائم دون محاسبته. هذا المطلب ديال الإلغاء ديال الامتحان ما فيش إجحاف ديال واحد المجموعة ديال الناجحين اللي فعلا نجحوا عن جدارة. أستاذة الكريمة، مزيان هذا السؤال. الناجحين اللي نجحوا بجاء عن جدارة واستحقاق هم قلة قليلة يعدون استثناء في هذه اللائحة، بالتالي هناك قاعدة قانونية تقول أن الاستثناء لا يقاس عليه. الاستثناء لا يقاس عليه. كيف ما نجحوا في الامتحان للتعود راه غينجحوا مرة أخرى. لكن أن نتذرع بأن هذه القلة القليلة نخليوها الامتحان ويدوزوا يستافدوا معهم يعني زمرة من الفاسدين، فهذا الأمر غير مقبول. نعم، ممكن تقول الإثباتات اللي كتخلي عندكم هذه القوة باش تجاب وزير العدل وتطالبونا حتى بالإعفاء ديالو، الإثبات اللي عندكم بأن كاين فروقات مثلا؟ شكرا أستاذ على هذا السؤال. بالنسبة من ناحية الإثباتات، من ناحية القرائن المتوفرة لدينا، إلا سمحت لي نجردها بواحد السرعة. أولا كان الإعلان عن الامتحان بموجب قرار، هذا القرار اللي نظم به الامتحان جاء على صيغة امتحان وليست مباراة. وأؤكد مرة أخرى درءا لأي لبس ورفعا لأي مغالطة تمرر سواء بحسن نية أو بسوء نية، أن هناك فرق من الناحية القانونية بين امتحان ومباراة. حقاش شحال من الناس دابا حتى من مستوى البرلمانيين كيقولوا مباراة امتحان، هي ماشي مباراة. لو أنها كانت مباراة امتحان، مباراة المحاماة، ما كناش اليوم غتكون عندنا الشرعية باش ندويو من الناحية القانونية. القرار الصادر في 14 شتنبر 2012 جاء منظم هذا الاستحقاق المهني على أساس أنه امتحان. والامتحان شنو هو؟ ويكفي المترشح أن يبلغ معدلا معين حتى يعتبر ناجحا، وهو ما معبر عنه في المادة السادسة من القرار. حق أستاذ الكريمة، ملي غنمشيو للمادة السادسة شنو غنلقى؟ يعتبر ناجحا في الاختبارين الكتابيين كل مترشح حصل على المعدل الإجمالي يعد يساوي على الأقل 80 نقطة. فبالتالي ما كاينش العدد، ما مأطرينوش، ما حدينوش لا 800 لا 1200 لا واحد. اللي نجح اللي جاب 8 يعتبر ناجح. نعطيو مثال باش يفهموا السادة المشاهدين، مثلا دوزت 70000 ونجحت 50000 كلها جابت 80 كلها كندوزوها الكتاب بقوه القانون. الا 800 هي اللي نجحت بوحدها ما عند حتى شي واحد حق يتدخل باش يهبط الباري. ثم تلا بعد ذلك هذا القرار مجموعة من البلاغات الصادرة عن جمعية هيئة المحامين المغرب، أكدوا فيها على أنهم سيقاطعون المرحلة الكتابية
بما فيها القرار الصادر 5 نوفمبر 2022 الذي اكدوا فيه عدم استجابه لدعوه السيد وزير العدل في حضور امتحانات الامتحان الكتابي وبلاغ منشور عن جمعيه هيئه المحامين بالمغرب. بعد ذلك ستدخل يعني لغه التواطؤات ولغه المصالح غيصدر واحد البلاغ مشترك ابان المرحله ديال المؤتمر ديال الداخله. هذا البلاغ المشترك ما بين وزاره العدل وما بين جمعيه هيئه المحامين بالمغرب استاذ شنو غياكدوا فيه بتاريخ الخميس فاتح دجنبر 2022 شنو غياكدوا فيه؟ استحضار ومراعاه هواجس مكتب الجمعيه في امتحان الاهلي لمزاول المهنه. باش نشرحوا مزيان ونوضحوا هذه الجمله شنو كتعني. ملي كيكون عندنا قرار استاذ يعتبر قانونا، هذا قانون. ملي كنمشيو للفصل السادس من الدستور ان القانون هو اسمى تعبير على اراده الامه، ان الجميع سواسي امام القانون. في الفقرة الأخيرة من الفصل السادس يؤكد على مبدأ التراتبية، يعني الوزير لا بغى يلغي هذا القرار هو نفسه ما عندوش الحق باش يلغيه، رئيس الحكومة ما عندوش الحق باش يلغيه، الملك ما عندوش الحق باش يلغيه لأنه قانون والملك حتى هو كيحترم القانون. يعني لو كاين توازي الشكليات إلا بغينا نلغيو هذا القرار باش غادي نلغيو غنلغيو بقرار آخر، لكن الحال أن في ضعف النخب السياسية وضعف التكوين القانوني مصدرهم ما سحبوش هذا القرار، خلاو المادة السادسة. المادة السادسة كتقول لي جاب 80 غادي ينجح، هنا قال لك غنستحضروا هواجس المهنية، يعني ما غندخلوش العدد بزاف، لأن جمعية هيئة المحامين المغرب صدرت أكثر من بلاغ على أن ما باغاش العدد بزاف، لأن كاين مكاتب التكوين وما إلى غير ذلك. بمعنى هذا القرار كيقول لك اللي جاب 80 غينجح، ناض الوزارة والمحامين جمعية هيئة المحامين المغرب قال لك لا، حنا غنستحضروا الهواجس غنتحكموا، فبالتالي ديك المادة السادسة عطلت وتواطأ عليها السيد وزير العدل مع من بعض اللوبيات الممثلة في بعض الممثلين على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتواطؤوا من أجل مخالفة القانون، فبالتالي جمعية هيئة المحامين بالمغرب فبالتالي تواطؤوا واقترفوا جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي فصل 233 مجموعة القانون الجنائي. أيضا السيد وزير العدل هو بنفسه بعظمته لسانه، وهنا هذه المسألة اللي كنستغرب أنا، واش هذا هو بالفعل هذا ضعف النخب السياسيه وضعف التكوين القانوني اللي وصلنا ليه، بان وزير دابا ولا كيقول علانيه انا راه دخلت وقلت ليهم هبطوا كانوا ناجحين غير 800. سمعتوا هذه المسائل؟ السؤال مطروح، انا كنبغي نسول السيد الوزير العدل وكنتمنى انتم كصحفيين باي موجب قانون دخل، باي موجب، شنو هو المعيار؟ شنو هو المعيار؟ علاش زاد غير 1200؟ هذا سؤال راه خطير. هذا هنا كاين القرار آلية قانونية إلى قرار إداري مرسوم وزاري، من يدخل باش دخل بأهوائه الشخصية ومصالحه الضيقة فقط، هذا هو الجواب. شنو هي المصالح مثلا؟ المصالح أولا خرق القانون ما عندوش الحق باش يدخل، لأنه استعمل الشطط في استعمال السلطة، فبالتالي اقترف جريمة منصوص عليها في القانون مجمع القانون الجنائي فصل 257. ثانيا أن هادو اللي دخلوا راه تثار شكوك على ان احول ان الابن ديالو ما كانش ناجح من ضمن 800، داكشي علاش نزلوا الباريم 1200. زائد هاد اللوائح والساده الكريمه 37 عائله غير اللي بينه وواضحه من خلال النسب ديالو، حقاش انا ما بدون ذكر الزوجات وابناء الخاله وابناء اللي ما بينيش ما عرفناهمش بالنسب ديالهم، ولكن هنا 37 عائله ميمكنش امبوسيبل من الناحيه المنطقيه والقانونيه ان 37 عائله تدوز الاخوه الاخوات من ضمن 70000. بالتالي العلم الاحصاء والاحتمالات يكذب هذه اللائحه، زائد حتى ان القانون يكذب اللائحه. هذه اللائحه ملي كنديروا لها واحد الجرد واحد التشريح شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان نفس المنطق ديال التوزيعه نفس المنطق ديال تقطيع الكعكه اللي كان في طنجه هو اللي في مراكش هو اللي في اكادير هو اللي في الدار البيضاء هو اللي في الرباط هو اللي كذا. تقول لي شنو هو المنطق؟ دابا حنا ملي كنقولوا 70000 مثلا، انا في قسم انا كنقول للتلاميذ ديالي كنقول لهم شوف اللي جاب 10 راه غادي ينجح، ما كنحددش شكون غينجح. اما هما كتلقى في طنجه نصف ابناء المحامين اللي في دوائر القرار، النصف الاخر في ولاد قضاة في مسؤوليات قضائية في المحاكم، شخصيات نافذة على المستوى العام السياسي، شخصيات في كتاب الضبط،
شخصيات في بعض الهيئات المصالح الإدارية كتهز هذه المعايير كتحطهم في الرباط في الدار البيضاء كتلقى نفس المعيار. الناس أبناء المحامين الناس بزاف، في الرباط نفس الشيء، مراكش نفس الشيء، ديما كتلقى الناس أبناء المحامين دوائر القرار الناس الآخر، في السلطات نفس الشيء. لذلك واش هذه المسألة غتكون صدفة أن الناس ديما كيدوز من أبناء المحامين والناس في الآخر توزيعة نفس المنطق ديال التوزيع اللي كان في جميع المرات؟ لا أكثر من ذلك. والغباء اللي غتبين لوزارة العدل في الأمس القريب نشر واحد اللوائح ديال نسبة الناجحين في كل مدينة. هذه المسألة هي راه تدينهم، لأن احنا ملي كنقولوا امتحان ما محددينش شحال غيدوزوا، ولكن ملي كنجيو كنلقاكم تحكمتوا لأنكم دوزتوا 2% من هنا 2% من هنا 2% من هنا 2% من هنا 1.5% من هنا. فهذه المسائل تؤكد على أنكم تدخلتم للتحكم في عدد الناجحين. واخا علاش هاد الفكرة ديال أولاد المحامين مثلا ما نكونوش راهم ناجحين بزاف ولا محسوبين؟ واش ماشي حتى هما ولاد الشعب قراو وبالعكس عندهم فرصة أنهم كانوا قرب القانون وما هو قانوني أكثر من شي أحد آخر؟ شكرا شكرا أستاذ على الأسئلة ديالك الذكية صراحة. بالنسبة لهذا السؤال نوضح، كنعرف مجموعة من الأصدقاء لأبناء المحامين وما نجحوش. حنا شكون كنأكدوا؟ وأبناء المحامين أنفسهم هم سواء نحن وإياهم سواسية من القانون ولهم نفس، لكن كنقول حنا المحامين اللي في دوائر القرار، حنا دابا المحامين اللي في المكاتب ديال الجمعيات، مكاتب ديال النقابات، هما اللي كيلوزوا، هما اللي فرقوا الكعكة بيناتهم. اما ابناء المحامين اللي والديهم ما داخلينش في هذه المكاتب راه ما دازوش. واخا عندي واحد السؤال، علاش ما طالبتوش باعاده تصحيح الاوراق ديال الامتحان؟ شكرا استاذ على السؤال. بالنسبه لاعاده التصحيح، حنا من الناحيه المنطقيه اليوم نتهم وزير العدل بجرائم وقدمنا في ذلك مجموعه من المصادر، سلكنا مجموعه من المصادر، فكيف لي ان اتمن على حقوقي شخصا اتهمه بتزوير في اللائحه؟ كيف له ان لا يزور في ورقتي؟ لذلك السيد وزير العدل اليوم هو خصم، والخصم لا يمكن ان يكون حكما في نفس الوقت. كاين شكون لجنه فيها بزاف ديال اللجنه، شكون غتسكن؟ شكون راه كاين محكمه النقد، كاين وهذه المسائل النيابه العامه، كاين جهات المعنيه بهذا. لا استاذ بالنسبه للجنه ما كاين حتى شي نص قانوني اللي كينظم هذه اللجنه بان خاصها تشكل من محكمه النقد. كاين مصادر قانونيه، كاين مصادر قانونيه كتسلكها اللجنه اللي كاينه معبره عنها الان حسب الماده 5 من القرار، هي تحت الامره ديال السيد وزير العدل. فما يمكنش لي انا واحد الناس انا اتهمهم غنقول لهم هاجي شوفوا لي حقي. انا اليوم ملي كندوي انا كجسد طلابي، كجسد المتضررين ديال الجمعيه ديال 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 الهيئه الوطنيه ديال اللجنه الوطنيه اللي ضحايا امتحان الاهلي ومزال المحلات، شنو سلكنا بشكل فردي؟ بطبيعه الحال ما عندناش شخصيه اعتباريه. اولا تقديم شكايه للنيابه العامه على خلفيه واحد الجرائم اللي قدمناها بالمرافقات ديالها، كنتمناو العدل ياخذ المجرى ديالها. تقدمنا ايضا للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الهيئه الوطنيه للنزاهه والوقايه من الرشوه ومحاربتها، وتقدمنا بمراسلات لكل الفرق البرلمانيه، رؤساء كل الفرق البرلمانيه والمجموعات النيابيه، كلها تقدمنا لها في مجلس النواب على اساس نشوفوا واش بالفعل هما نواب للامه ام نواب لمصالحهم الضيقه. نعم شرحوا الاسماء ديال الناجحين وأشرتوا على الناجحين اللي عندهم أسماء معينة وتتمثل مثلا كما قلت لك الحق السياسي لوالديهم ولا هذا، في حالة ما تعاد تصحيح ديال الامتحانات وكانوا النقاط فعلا هزيلة، واش ما عندكمش مانع كلجنة أن تنشر دوك الامتحانات مثلا بنقاطهم باسم كاع ديال المعني بالأمر؟ أستاذة الكريمة، احنا أولا ماشي احنا اللي نشرنا، الوزارة اللي نشرت. ثانيا ان هذا الامتحان احنا قلنا منذ الوهله الاولى ان كسام لا يتلائم ابدا وخصوصيه القطاع ديال المهنه، لان من المفروض كتكون محامي ماشي كتكون سائق مهني، احتراما للسائق المهني، لان ماشي غندوز بام. ثانيا ان هذا الامتحان راه الاله اللي صحات راه هما اللي برمجوا على الاسئله الصحيحه، فبالتالي الوزاره ملي غتنشر الناجحين غتنشرهم بناء على التصحيح ديالها. وقد قلنا اكثر من مره ان هذا الامتحان يضم اسئله حماله اوجه لا تخدم الا منطق وزاره العدل.
نعطي مثال للسادة المشاهدين الناس التخصص القانوني سيسأل. بالنسبة لسؤال واردة، هل التجديد يعتبر سببا لانقضاء التزام أم إنشاء التزام؟ ملي كنرجعوا للقانون التزام العقود بالضبط الفصل 319 يعتبر التجديد سبب من أسباب انقضاء التزام، لكن هو في نفس الوقت ملي كتمشي للتعريف ديال الالتزام واتفاق الدائن المدين على أن يضع حدا للالتزام وإنشاء التزام جديد، فبالتالي الجواب راه تقدر تجاوب عليهم بجوج. ملي غدي معك مفوض قضائي عند وزارة العدل غتقول لها شنو؟ غتقول لها أنا جاوبت على هذا السؤال بجاوبت عليها بواحد وجوج، غتقول لك لا أنا كنعتبر غير واحد. لذلك راه كاين واحد التواطؤ خفي، واحد 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 زوير خفي وتواطؤ على القانون مجموعة من السادة الأساسيين راه الجميع راه سنكروا هذه المسألة. لذلك اليوم مطالبونا ماشي إعادة تصحيح، ماشي نشر اللوائح، ولا نخاف من نشر النتائج عند السلطة التقديرية ديالها كسلطة إدارية، لكن اليوم حنا نمشي جهات قضائية لأن هناك أدلة وقرائن وأدلة دامغة تثبت على أننا بالفعل أمام جرائم معاقب عليها بمقتضى مجموعة القانون الجنائي، و هناك مخالفة لأحكام دستورية ومواثيق دولية. لذلك حنا كندخلوا شنو الغاية ديال القضاء؟ كيكون واحد النزاع كيدخل القضاء لكي يبت فيه، حتى الهيئة ديال الحكم الجيد المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور. لذلك بحال حنا اليوم متخاصمين مع السيد وزير العدل لمصلحة عامة ماشي مصالح شخصية، مشينا للقضاء ومشينا للهيئات ونناشد بطبيعة الحال جلالة الملك انطلاقا من الصلاحيات ديالو الدستورية. اما وزارة العدل فهي فقدت الثقة. اوكي، نفترض تم اعادة الامتحانات وكانوا تقريبا نفس النتائج، هل ستصدون بالنتائج اللي غادي تكون؟ استاذة حتى لو كانت النتائج اقل من هذه النتائج، فقط ان تكون تحتكم الى العدل والى المساواة والشفافية لن نتكلم. راه كنقدروا نجتازوا بزاف ديال المباريات وامتحانات ولا نتكلم، ولكن ملي كيكون الظلم لا، ربي ما كيبغيش الظلم والقانون ما كيبغيش الظلم، لان لا صلاحيه لنا ولا شرعيه لنا في ان ننتسب الى مهنه للدفاع عن حقوق الناس ولم نستطع الدفاع عن انفسنا. اما لا تعود الامتحان وشخصيا ما كنتش ناجح لانني ما جبتش المعدل، فساحتكم، لان طعم العدل مهما كان العدل قاسيا فهو مستساغ، الظلم هو الذي يستسيغ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. لنا تجارب السادة أن الدولة المغربية تصالحت مع نفسها، مثلا تجربة ديال هيئة الأنصاف والمصالحة، المغرب وقف أمام العالم وقال بالفعل كان واحد المحطة تاريخية كانت فيها مجموعة من الأخطاء، حنا دابا كنعترفوا أخطائنا والعهد ديال المصالحة الجديد مزيان الحمد لله. حتى المغرب في علاقته مع إسرائيل ما مشاش دا كيدير تحت الطاوله، قال هناك كاين اكراهات، ها الموقف ديالي من القضيه الفلسطينيه، انا علاقات ديالي مهم كاين الوضوح، اختلفوا ولا ما اختلفوش كاين الوضوح. حتى دابا احنا امام نازله بسيطه، هناك غش، هناك وزير عمل ما عمل واقترف ما اقترف، هناك القانون. ولا اعتقد ان السيد وزير العدل اكثر وجاها مثلا من السيد اوزين اللي كان اللي تقال تعفى في فضيحه الكراطه، او نبيل بن عبد الله في مشروع المنارة المتوسط. لذلك احنا امام واحد الامتحان لتعزيز الثقة. فكرة الدولة قائمة على اساس الثقة، حينما تنعدم الثقة لا نصبح امام دولة. نعم، بالنسبة للخطوات اللي درت شهور فات شكاية ضد وزير العدل، وثانيا وقفت احتجاجية امام البرلمان تقريبا منذ شهر، الخطوات المقبلة شخصيا يعني يعني خضنا مجموعة من المعارك، لكن شخصيا نتكلم عن نفسي لا أعلن اللجنة الآن، إذا لم تكن هناك استجابة يعني عن حسن نية وأن يتم فتح التحقيق وأن يتم معاقبة الجنات وإعادة الامتحان، لأنه الحق ديالنا، احنا ما بغيناش أوسمة ولا أوشيحة ولا، شخصيا سأدخل في إضراب عن الطعام مفتوح. باقي اللجنة وما سيتمخض عنها هذاك مسار آخر، لكن شخصيا إلا سألتني شخصيا سأدخل في إضراب على الطعام، لأن ما بقاش عندي من خسر كشاب مغربي، ما بقاش عندي من خسر. نعم،
قريت وضربت تماروت محلو معايا والديا ما بقاش عندي امن نخسر. وكلجنة كيكون خطوات تصعيدية، غيكون ان شاء الله وقفات امام البرلمان، غيكونوا عرائد، غيكونوا بزاف الامور. نعم. بالنسبة وصلنا للقضاء مثلا والقضاء انصف الوزير تحملوا عقيبات هنا كنبغي نقول لك استاذة، كنبغي نستدل دائما بمقولة للحسن الثاني، يؤمن بالحوار لا يؤمن بالحوار لوحده ولا يؤمن بالنضال لوحده، هناك دائما تكامل وترابط وعلاقة جدلية بين النضال والحوار. اليوم حتى القضاء أمام محك حقيقي، إما أن يبرهن على أنه بالفعل مستقل كما أراد لذلك القانون، أراده القانون وكما أراد ذلك جلالة الملك مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإلى غير ذلك، إما سيظهر أنه لا ثقة لنا لا في الدولة كسلطة تنفيذية ولا حتى في القضاء، ولا أعتقد أن القضاء سيذهب في منحة آخر لأن لن نثق في القضاء. فقط اليوم من خلال المنبر ديالكم كنبغيو نناشدوا جلالة الملك، اليوم حنا أبناء ديالك، يعني على مرمى من الانهيار، فبالتالي أيرضيك هذا الظلم؟ وأنتم أعلموا مني بمقولة عمر بن الخطاب، والله لو تعثرت شاة في طريق العراق لسألني الله عنها. الحال اليوم أن المتعثر ليس بالشياه، إحنا طالب اللي تعثرنا ولم نتعثر في طريق العراق، تعثرنا في الرحم هذا الوطن. فأيرضيك أن واحد من الأبناء ديالك يدخل في إضراب على الطعام؟ ووالله تالله لن أرفعه ولن أحيد عنه إلا بتحقيق المطالب أو الموت. فهذه المسائل ما كنعتقدش أنك ترضيك. لذلك جلالة الملك أمير المؤمنين نتمنى دخول إنصافنا وإعادة منسوب الثقة مرة أخرى، لأن هناك احتقان وهناك نفور في العمل السياسي، وهناك يعني أمور لا تبشر بالخير. كنتمنى تجي واحد البادرة ديال الأمن من جلالة الملك ليعودنا دائما أنه ضامن ديال واحد الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي ديال الشعب المغربي. وشكرا.